يا بنت الحلال يا بنت المحلال، يا الله يبارك لكم. المعاملات مع الشباب الخط احمر. انا بقول لك الاختلاط لا لا، ده اصل صاحبي، اصل بيجيب لي المذكرات، لا اصل زميل، مفيش كده، مفيش حاجة في الدين اسمها كده. واللي خلقك هو الله عز وجل، وهو اللي يعلم ان ده يصحلك ده حلال وان ده لا يصحلك ده حرام. اصل كان زميل وبعدين اصلها ضحكت عليه واستغلته، اصل مش عارفة ايه وايه ده. واحنا فين؟ هو احنا مش في بلاد الاسلام ولا ايه؟ احنا مش في بلاد المسلمين؟ هو انتوا مش بيحكمكوش الشرع وربنا وربنا والاسلام؟ يعني ايه الكلام ده؟ راح فين؟ لا اصل ما تعملناش في الدقة القديمة والحياة القديمة، وحياة قديمة ايه وبتاع ايه وبلاوي صودا ايه اللي انتوا عايشين فيها؟ اللي بيبعد عن كتاب ربنا بيضل، اللي بيبعد عن احكام ربنا بيزل. انا بقول لكم اهو، ولا يوفق ابدا. ما تجيش بنت تقولك اصل الشباب، انا معاكي والله العظيم انا معاكي ومصدقاكي ان الشباب معاملاتهم، وما يبقى في شلة شباب ويخش على البنات، بس لهم مستهدف يخش على البنات المذكرات والتلخيصات والمواعيد والدنيا كلها، يا حاجة نازلة بدي افات يا وردات كلها يا مصور لكم الحاجة والبنات بيتخبصوا وما اعرفش ايه. لكن ده مش الصح. يقبى الله والله اللي انها تكون بركة في الطاعة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اوعي تكوني فاكره المذكره ولا المساعده ولا كذا ده جت بشات ولا جت باختلاط. لا يا بنات، الاختلاط لا، ما بقولكيش انت تتقوقعي وتعملي والكلام ده. انا بقول فين شله للبنات؟ ما تعملوا لكم انتوا جروبات. يعني هو ليه لازم تمشي وتصاحب ليه؟ وبعدين تعالوا هنا يا شباب، يا شباب يعني احنا اتكلمنا على الموضوع ده، انا مش عايزه اذكر اسماء عشان انا عايزه قضايا، بس قضيه الفلانه وقضيه علانه وفلانه اللي معرفش جرى لها ايه في مصر. لا خلينا نقول بصفه عامه عشان نبقى الكلام موحد على الجميع. يا شباب، هو انت يا ابني مش راجل؟ هو انت لما تيجي واحده ولا تترفض ولا بتاع هتقعد تعيط وتدمع؟ انت مش راجل يعني؟ يعني هي الرجوله راحت فين؟ وهي الدنيا بقت خيخه قوي كده؟ اللي الشباب اللي مش عارفه واحده رفضته فرفض ان هي ان هو يترفض، فراح يا تحبيني يا بلاش. ايه ده؟ وحاله واتنين وتلاته وتتكرر. يا ما ترجلوا يا شباب، انت راجل يا ابني. يعني ايه راجل؟ يعني زوجتك يتوفاها الله النهارده يحل لك الزواج تاني يوم، وده اللي عمله سيدنا علي. يعني هل بيحتاج فترة النقاء؟ والله الراجل الرومانسي بقى اللي يحتاج فترة النقاء ونقعد نعمل له تمثال. طب انت بالمرأة لا، حدتها 4 أشهر و10 للراجل المتوفي، للزوج المتوفي. الفكرة انك انت راجل. يعني ايه انت راجل؟ يعني مشاعرك اقوى من كده؟ هو هي الاندلس اتفتحت ازاي؟ لما جابوا الجاسوس على اول البلد، وبعدين شاف عيل بيعيط، شاب ايه بتعيط ليه؟ طفل. قال له انا ضربت بالنبل عشان اجيب عصفورين، فطلع عصفور واحد. قال له اوعوا تخشوا البلد، اوعوا تخشوا البلد. اذا كان ده صغارهم ما شاء الله عليهم على فكرهم، كمال الكبار ايه؟ وجم بعد 10 سنين لما نشروا الفساد والمعازف والرقصات والمجون والحفلات والمهرجانات والدنيا. دلوقتي سمعت بيقول لك بيوحدوا اللبس في المهرجانات والحفلات، حاجه عجيبه. كله راح يحج يا جماعه، حاجه والله اقسم بالله من علامات الساعه. وبعدين يروحهم يقول لك إيه خلاص بعد ما نشروا الرقص والمعازف، دخل لقى شاب بيعبط عيط ليه؟ قال له العود بتاعي انكسر وانا كنت بغني اغنيه لحبيبتي. قال له بس يلا خشوا اعملوا البلد. فين رجاله البلد؟ فين الراجل وفين الاب وفين المربي؟ وتعالي يا امهات هنا ازاي؟ ما انت مش معلمه ابنك من صغر وكده، انت راجل ويقوى عودك. اترفض عادي، من عادي انا ما يعيبنيش حاجه، عيبك حاجه انت؟ ما يعيبكش حاجه. لكن ان انا اروح اقلد الافلام والمسلسلات البلطجي اللي حبيبته بتتجوز وراح خدها على كتفه من الفرح ومعرفش عمل ايه، وهي ده المجدع والجدع، وهو ده القبضاي، وهو ده اللي مش عارف ايه اللي راح خد حبيبته من الفرح وخطفها، فانت يا تخطفها يا تخلص عليها. ده كلام. هو احنا وصلنا للدرجه دي؟ هي امه محمد صلى الله عليه وسلم وصلت للكلام ده؟ خلاص ما بقاش في دين، ولا بقى في حتى خايف من مراقبه الله عز وجل. وانت والله تخوني ابوكي وتخوني بيته وتخوني نفسك ومراقبه ربنا معاكي، طول ما انت
بتكلمي شباب وبتكلمي وبتشيدي واصلوا عادي. يا ستي لو ما فيش شنب في البيت بيقول لك حرام، انا بقول لك اه حرام. لو ما فيش شنب في البيت يقول لك لا، تقول لك اصل زميلها الام، اصل زميل. زميل ايه يا حاجه انت؟ زميل ايه وبتاع ايه؟ ولا ده لا في شرع ولا في دين. ده كان النبي عليه الصلاه والسلام لما يطلع يوعظ الموعظه ويخلص يدي فرصه للرجال لهم يقعدوا لحد النساء ما تمشي، والنساء تلتزم يمين الطريق. فبتقول لك كانت بتبقى العبايات والخماره بتاعتهم من هنا منحوته بسبب انهم من كتر ما بيحكوا في يمين الطريق. لكن احنا ماشيين بقى حلوه البطه على الطريق بتتمخدر، والام ولا في دماغها وعادي ووصل العصر، واحنا خلاص الكلام ده عاف. لا ما عفاش عليه والله، تقسمي وتحاسبي كأم وتحاسب كأب لو انت مش معرف عيالك وصول التعامل حتى واحد اتنين. مش بس المهارات، مش بس انهم ياخدوا دورات ويعملوا ويتعلموا، لا مش كده بس والله. فين انك انت تعلم بنتك يا بنتي هذا حلال هذا يرضى الله هذا لا. والله لو النساء ما تعلموا شرع الله سبحانه وتعالى تتعب زوجها وتبوظ اولادها، تفسد اخلاق اولادها. انا بقول لكم لو ما تعلمتش المرأة شرع الله عز وجل وحدود ربنا تبقى نقمة ونكد وتعب للزوج، تبقى ضياع وفساد للأولاد وضياع للأمة كلها. ما هي المرأة لا، أما يجوا يعرفوا يحطوا فيكي لا ده أصل لازم تكلمي، تقول هتعنزي هتعنزي لو ما اتكلمتيش وطلعتي وعملتي وشيدتي والكلام حرام. والله كله حرام. ما عند الله رزق دوت، الرزق ده ما عند الله لا يؤتى الا بطاعته. انتوا فين من الكلام ده؟ انتوا فين من الكلام ده؟ لكن تيجي الام سايبه مسؤولياتها وطالعه لي بقى اصل المسلسل وفئه. ده انا مش عايزه اقول لكم بس مش الفكر والمعاملات، اللبس. بنت تقول لك يا بنتي ده شيك جدا، يا بنتي ده لبس، ده حاجه رسميه وحاجه اوفيشال لما تعملي فيها. تبص تلاقي تقول لك شله البنات، لا اصل مش هو ده ولا على التيك توك. طب اللي على التيك توك جايبين معرفش من الباله، ولا جايبين اي لبس، ولا نسيوا يلبسوا اصلا، ولا طلعوا من غير لبس. بقى هو ده السمت اللي تاخده البنات كانها موضه. واو ايه ده؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ والله لو ما يطلع يعني اب وام من كل بيت يخلوا بالهم على عيالهم يعلموا، ده اللي باقي والله. دي التجاره الباقيه. الناس عماله تجري في الدنيا جري الوحوش والرزق، ومش عارفه نعمل ايه، ومش عارفه، واللي البيت فين نصبح فيه، والدنيا والغم والمشاكل. يخلو البيت من القران، يخلو البيت من التعليمات، يخلو البيت من التربيه، من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. باظ البيت ويطلع جيل بيعيط علشان المعازف اتكسرت، الجيتار بتاعه اتكسر، ولا بيعيط عشان اترفض من واحده معرفش ايه فهجيبك غصب. يا ما يا ما هتكوني ليا يا مش هتكوني لحد. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ وتطلع ناس كل من هب ودب بقى، انا مش عايزه اسمي عشان انا يعني متضايقه جدا. يطلع كل من هب ودب ما له لا اصل ولا له مرجعيه ولا له اي، عمالين بيفتوا بقى. لا ولازم تبقي معاه، ولما تخرجي معاه ما اعرفش ايه، وتشوفي بخيل ودفع تبس ولا ما دفعش، ودفع كذا ولا لا. ايه ده؟ انتوا بتقولوا البنات ايه؟ والبنت لا، وليه تطلعي من كذا كملتي 18؟ يلا يا ماما، يلا القوانين في صفك، يلا وروحي اشتغلي، وما تروحي تشتغلي معرفش هيدوكي كام، ونعملي استقلاليه واندبند عليك وعلى عمركم. بتعلموا البنات ايه؟ تقول لك لا انا اطلع اشتغل. تشتغلي ايه؟ اشتغل في ستاربكس. كل البنات طالعه بتوع ثانوي، لسه كنت في محاضره بقول لك ثانوي، اولى ثانوي طالعين من اعدادي، تقول لك لا انا رايح نشتغل مش عارفه فين، وهنشتغل في كافيه ايه، وهنعمل ايه، ونعتمد على نفسنا. ما بنقولش ما تشتغليش، وما بنقولش ما تروحي وكذا في مجالي يعني، بس مش هي ده الدنيا يعني، مش ده المنتهى الامال عندك. لا اشتغل على نفسي واعرف ربي واعرف ديني واعرف اقوي نفسي ازاي دينيا وايمانيا ودنيويا وتربويا وعلميا وثقافيا وسياسيا وبتاع. منين ما يكلمني اي حد في اي مجال انا عارفه، انا عارفه الدنيا فيها ايه. لكن بالوضع اللي احنا فيه ده يا جماعه ده صعب قوي، صعب جدا. ولو الناس سكتت ما خلاص، لا مش خلاص. طول ما انتوا بتعملوا غلط وبتعملوا وبتقولوا كذا، طول ما احنا هنطلع ونقول ده غلط ده غلط ده غلط ده غلط. عامة في الاول وفي الاخر ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يأذن لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر رشد، يعز فيه اهل الطاعة، ويتوب يا رب فيه على اهل البعد او اهل الشقاق اهل المعصية. اللهم امين.